نروح للفقرة القادمة وفقرة حائط صد. الحقيقة من امبارح للنهاردة ما زالت ردود الأفعال بتتوالى على التصريحات هسميها الخزعبلية، أنا ما أعرفش يعني إيه خزعبلية، ولكن خزعبلية اللي اتقالت على التلفزيون السعودي الحقيقة من أحمد حسام ميدو. حتى السادة السعوديين والإعلاميين السعوديين استنكروا هذا الكلام، وحتى هذه اللحظة كنت أتمنى على ميدو اللي عاش في أوروبا واللي مش عارف إيه في أوروبا والدول المتقدمة، الناس لما بتغلط بتعتذر، ولكن حتى الآن لم يعتذر. وأعتقد أنا ما أعرفش الحقيقة إن جمهور النادي الأهلي كان من الممكن أن يقبل هذا الاعتذار بعد الكلام اللي قاله. يعني أنا سمعت ما أعرفش هل ده صحيح ولا لا، أن بيقول إن هو بيهزر، هذا الهزار غير مقبول. هذا الهزار إذا كنت بتهزر يعني فهذا الهزار هو هزار غير مقبول. ويبدو أن الطموحات الشخصية لميدو بعد ابتعاده عن التدريب ثم الذهاب إلى التلفزيون ثم العودة للتدريب مرة أخرى، يعني ميدو برضه عمل لنا حاجة غريبة إن هو اشتغل في التدريب وفي التلفزيون مع بعض، فبرضه دي كانت حاجة غريبة. لكن تمام، هو من وجهة نظري ميدو بيقدم نفسه يعني ككادر يبحث عن الترند وبيبحث عن الشو الإعلامي وبيحب ان هو يلعب كده مع الجمهور من خلال السوشيال ميديا، لانه الكلام اللي قاله ده يعني اللي انا بشوفه ان ميدو اعقل من كده بكتير. يعني احنا كلنا كنا متوسمين، يعني انت لو عايز تقدم نفسك ككادر في نادي الزمالك مثلا، هو انت لازم يبقى عندك، لازم تطلع تتكلم وتقول مثل هذا الكلام عشان تبقى كادر في نادي الزمالك؟ بالعكس، نادي الزمالك نادي كبير ومحترم، ويعني اللي كان بيحصل الفترة اللي فاتت هو اللي كان الاستثناء، هو الاستثناء. ما انت ممكن ترد كويس جدا على اي حاجة انت عايز تقولها او اي حاجة حد عايز يقولها، ولكن من خلال قناة الاهلي مثلا لما بنيجي نرد بنرد ازاي؟ بمنتهى الاحترام، ما بنغلطش. عشان كده الكلام ده لا يصح ان يصدر او ان يخرج بهذا الشكل. هزار بقى مش هزار، الكلام اللي بيطلع اليومين دول كان من المفترض انه ميدو ده قعد فتره طويله جدا في اوروبا وشاف كتير في اوروبا، اكيد ما فيش مثل هذه الخزعبلات اللي بتتحكي وبتتقال، الشيوخ اللي بيرددها ومعرفش شافها فين في اوروبا ميدو. ويعني الحقيقه شكله وحش والله العظيم بجد، لان حتى اشقائنا في السعوديه استنكروا هذا الكلام. انا امبارح قلت الكلام ده وبقوله تاني النهارده، لكن اللي خلاني اتكلم في هذا الموضوع النهارده هو ردود الافعال في السعوديه. زي ما قلت لحضراتكم امبارح برضو، انا كلمت عدد كبير هم اصدقائي واخواتي من لاعبه نادي اتحاد جده، كلهم مستائين وزعلانين جدا. في السعوديه باختصار فاهمين وعارفين كويس قوي قيمه وقدر النادي الاهلي، وانا بشكرهم جدا جدا على هذا الامر. عارفين ان هم على موعد في مباراه مرتقبه ومتوقعه مع النادي الاهلي واتحاد جده في بطوله كاس العالم للانديه ان شاء الله، يعني ان شاء الله تبقى مباراه حلوه جدا. عشان تبقوا عارفين، انا كنت من الناس اللي لعبت ضد اتحاد جده في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي، اتغلبنا في هذه المباراه 1-0، وكانت البطوله الاولى لينا في كاس العالم للانديه، وكانت في اليابان، وكانت الامور صعبه جدا جدا، ومع ذلك كانت الاجواء رائعه ولاعيبه اتحاد جده. انا فاكر يعني حتى كنت انا لسه جاي من اتحاد جده رايح النادي الاهلي، وبالتالي اللعيبه كانوا قريبين مني جدا وعملوا معايا وكنت اربط بيهم علاقات قويه جدا يعني في ذلك الوقت ولغايه دلوقتي الحقيقه. فاعتذارك من عدمه شيء يخصك، ولكن انت اسات لنفسك، لان النادي الاهلي اكبر من ان انت تسيء ليه. أنا بس يا جماعة تزعلوش مني، أنا خايف على عقول الشباب الصغيرة. ميدو في ناس بتحبه، خلي بال حضراتكم، في ناس بتحب ميدو جدا. وأنا برضو اللي بيتفرج علينا برضو بخاف على شباب، لأنه ممكن يتخيل أو يتوقع إن الحاجات دي ممكن تحصل. أو ممكن حتى واحد بيحب ميدو مثلا فيصدق هذا الكلام، يتخيل إن ممكن يكون في سحر
هو اللي بيعمل كده للنادي الاهلي عشان النادي الاهلي يكسب. فالشاب ده عقليته كده باظت يا جماعه، ما نقول ده ملعب. طب بقول لك ايه، الشاب ده لما يجي يتفرج عليك يا ميدو ويسمع مثل هذا الكلام ويؤمن بيه، يسيب بقى مدرسته ويسيب كراسته ويسيب دروسه ويسيب قنوات اللي شغاله ويسيب كل حاجه ويروح يجري على الشيوخ عشان ينجح والاعمال عشان ينجح. طريق اسهل بقى زي ما انت بتقول، او لان ميدو برضو هكررها مره تانية وثالثه وعشره، ميدو له مريدين ومحبيه. ما لازم اقول هذا الكلام لانه شئنا ام ابينا ميدو له محبينه. فشباب سمع الكلام ده يقول لك اه اذا كان ميدو بيقول هذا الكلام، ميدو اللي قعد في اوروبا 10 15 سنه ولف كل انديه في العالم، انديه كبيره جدا، ميدو اللي في اوروبا بيقول الكلام ده. فانا يا طفل او يا شاب يا غلبان يا يعني ما شفتش الدنيا وما شفتش اي حاجه وعندي ثانويه عامه او عندي اعداديه، اقول لا لا خلاص بقى، لما امي تيجي تقول لي ذاكر يا ابني عشان الاعداديه اقول لا لا، ما كابتن ميدو طلع قال ان السحر بيكسب النادي الاهلي، فانا عندي حل ان انا اروح اشوف شيخ ينجحني في الاعداديه او ينجحني في الثانويه العامه من غير ما ذاكر ومن غير ما ابقى فاهم ومن غير اي حاجه خالص بالفهلوه يعني. هل دي الافكار اللي عايزين نوصلها؟ هل دي رساله الاعلام اللي احنا عايزين نوصلها؟ رغم ان انت بنفسك وبعظمة لسانك قلت الكلام ده ايام كان مدير فني يعني للزمالك، قلت يعني ان كان بيجوا الشيوخ عن طريق التحصن اللعيبه قبل المباريات المهمه والكلام ده. الحقيقه يعني انا مستغرب جدا 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 من ميدو، وكنت انتظر ان هو يطلع امبارح يعتذر لجمهور النادي الاهلي وللنادي الاهلي، لانه ميدو غلط قبل كده واعتذر وهو عارف ان هو غلطان. هو بيحاول دلوقتي يقول لك ان انا كنت بهزر وبتاع، لو انت بتهزر يا ميدو الموضوع اصعب واصعب واصعب. افتكر دايما ان هناك شباب ينظر لك كمثل اعلى، فعليك مسؤوليه مجتمعيه في كل كلمه انت بتقولها. دي وجهه نظري وهفضل اقولها وهفضل احافظ عليها لان انا بتعلمها من النادي الاهلي ومن جمهور النادي الاهلي. طيب الحقيقه ايضا واحد خرج علينا خلال الساعات اللي فاتت، والحقيقه هو معتاد ان هو يطلع يقول كلام كوميدي يعني، انا الحقيقه مش هوصفه غير كده يعني، لانه ده اكيد كان بيتفرج على برنامج كان بيجي من سنين كده، كان في واحد بيطلع اسمه الخليل كوميدي يعني بيقعد يعمل لنا نكت، هي نكت مش نكت بس بتضحك عليها، بيقول لك ان الاهلي مش بيرضى انه يسيب لاعيبته لمنتخب مصر عشان الاهلي يكسب وهو اللي يفرح مصر. بالذمه يا جماعه ده اسمه كلام؟ بالذمه ده كلام؟ وحضرتك عايش معانا هنا في مصر اصلا ولا ايه؟ استحاله تكون عايش معانا وتقول مثل هذا الكلام، لان كل المنتخبات الوطنيه بجميع اعمارها السنيه بفضل الله من كيان النادي الاهلي وفي كل الالعاب الرياضيه، وكلنا هنا سواء في القناه أو في غير القناة أو النادي أو المركز الإعلامي أو أي حتة أو أي أهلاوي دايما يقول إيه؟ مصلحة المنتخب الوطني والمنتخبات الوطنية أهم من أي شيء، وجبت لحضراتكم 100 مرة قبل كده كابتن جوهري وهو كابتن خطيب أنا آسف وهو دايما بيتكلم وبيقول كلمة واحدة بس، مصلحة مصر أهم من أي شيء. لأن إحنا ببساطة روح شوف التاريخ. النادي الأهلي اسمه نادي الوطنية. إنشاء وفكرة النادي الأهلي جاءت على أساس الوطنية ولم شمل جميع أطياف الشعب المصري. فحضرتك جاي تقول الكلام ده دلوقتي على أي أساس؟ يعني سؤالي بس، هو إحنا مش لعبنا كأس العالم للأندية ولعبتنا كانت مع منتخب مصر؟ فين العقل في مثل هذه التصاريح؟ انتوا عارفين يا جماعه بجد، انا بنصح كل الناس اللي بتفكر بهذا الشكل، انا اتفرجوا على فقره بالعقل عشان تعرف ان في كلام لازم يكون بالعقل وتتعلم ان انت تستخدم العقل شويه، المنطق في التصريحات، لانها بالشكل ده بجد والله العظيم ثلاثه. انا من الناس التي لا تؤمن بالتعصب والله بجد،
يعني انا ممكن في حاجات تحصل وما ردش عليها ما تخصني، ولكن النادي الاهلي دايما بيبقى عنده الصبر في كل شيء، واحنا بنتعلم الصبر والحكمه في كل شيء الحقيقه، فدايما بنصبر 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 لغايه لما بقى يعني هنعمل ايه؟ انا مش احنا مش صابرين مغلوب على امرنا ابدا، ولكن احتراما للناس اللي قاعده بتتفرج علينا، احتراما للشباب، الشباب يقول ايه يا جماعه في مثل هذه الامور؟ يقول لك اذا كان ميدو ميدو الراجل اللي قاعد في اوروبا، ميدو اللي قاعد في اوروبا بيقول سحر. فحاجه يعني غريبه جدا جدا. عموما